حول هذا الموضوع ينضم إلينا صهيب جابر، صحفي من غازي عنتاب، مباشرة عبر السكايب. صهيب أهلا بك معنا. يعني هناك فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بعض عناصر من داعش يخرجون من الباغوز مع أسلحتهم، يعني دون أي عملية استلام وتسليم، هل هذا الخبر صحيح؟ نحييكم السادة المشاهدين قناة أوريان. طبعا هذا المقطع كان يظهر عددا من مقاتلي تنظيم داعش داخل المخيم في بلدة الباغوز، كانوا لم يسلموا أنفسهم بعد للتحالف الدولي، وإنما كانوا طبعا قبل هذه الفترة متواجدين في أطراف المخيم. طبعا الواضح أيضا خلال المقطع هو أن المقاتلين غير مبالين بتواجد التحالف الدولي أو قسد في المنطقة. السبب طبعا هو احتجازهم رهائن وضعوهم كدروع بشرية في المنطقة. نعم كان يحمل. على ماذا سيفاوضون يعني صهيب؟ يفاوضون على خروجهم باتجاه مناطق يحددها التنظيم. التنظيم داعش طبعا الآن هو يفاوض بورقة المختطفين لديه وأيضا بعدة أوراق ضغط. صراحة يعني حتى عوائل مقاتلي تنظيم داعش استخدمهم التنظيم كدروع بشرية، وأيضا كان هنالك تسريبات عن طبعا صادرة عن صحيفة الواشنطن بوست عن أن هنالك خلاف ونزاع داخلي ضمن صفوف التنظيم. هذا النزاع هو الذي دفع بقيادي التنظيم للسماح لبعض العناصر بتسليم أنفسهم، أو لأعداد كبيرة نستطيع أن نقول من العناصر بتسليم أنفسهم. اليوم كان هنالك عدد من هؤلاء المقاتلين خرجوا بالتزامن مع خروج 30 شاحنة حملت نساء وأطفال ومدنيين من المنطقة. خرج عدد من هذه الشاحنات خرجت تحمل عددا من عناصر داعش ممن رغبوا بتسليم أنفسهم. طبعا هؤلاء العناصر كانوا يعني يحتجزون حتى المواد الغذائية التي كانت تدخل عن طريق التهريب إلى المنطقة، وهذه معلومات أكيدة يصادرونها من المدنيين ويعني يمنحونها فقط لعوائلهم أو للعناصر فقط. الوضع الآن يعني وضع يرثى له داخل هذه المنطقة. 30 حافلة خرجت بالتزامن أيضا مع تسليم قسد لعدد آخر من المعتقلين للحكومة العراقية، وتسرب عدد آخر باتجاه بادية الأنبار والبادية السورية. أيضا هنالك طبعا كانت من الناحية الميدانية هنالك تحركات واسعة خلال الثلاث أيام الماضية للتحالف الدولي في منطقة الدشيشة جنوب الحسكة، في منطقة مرقدة أيضا نفذت إنزالات جوية، وفي محيط حقل العمر، بالإضافة أيضا إلى تفجير إرهابي من تنظيم داعش تبناه التنظيم استهدف حافلة لموظفي حقل العمر النفطي، استشهد فيه طفلان وعدد من أيضا الموظفين. نعم يعني هذا التفجير تبنته داعش صهيب، يعني وتوعدت أيضا قسد بمزيد من الهجمات. يعني هل نستطيع أن نعتبر أن هذه التفجيرات هي يعني الأحرف الأولى في رسالة داعش للولايات المتحدة، يعني في قرب إعلانها القضاء على داعش؟ نعم هذا صحيح، المعلومات دقيقة. هي انتقال استراتيجية التنظيم من مشروع دولته المزعومة إلى المجموعات التي تنفذ، وهذه هي الرسالة بالفعل التي يريد التنظيم توجيهها، خصوصا أن الولايات المتحدة أعلنت حتى الآن أكثر من مرتين، بالإضافة إلى قسد أيضا أكثر من مرة أعلنت أن اقتراب نهاية التنظيم في هذه الفترة المقبلة خلال أسبوع أو خلال أسبوعين. وبعد ذلك نفذ التنظيم يعني عمليات بالتزامن مع عمليات الشحيل، كان هنالك تفجير إرهابي آخر يرجح أن التنظيم ضالع فيه في مدينة عفرين بعد ساعتين فقط من تفجير مدينة الشحيل في دير الزور، وأيضا نعم. عمليات نفذت واشتباكات في أرجاء متفرقة من الريف الشرقي في مناطق بعيدة جدا عن الباغوز. إذن هذه هي الرسالة بالفعل التي يود التنظيم توجيهها، بأنه متواجد في المنطقة ويسيطر وسوف ينتقل إلى استراتيجية المجموعات الإرهابية. نعم يعني صهيب أيضا هناك اتفاق غير معلن بين التحالف وداعش يعني يقضي بخروج مقاتلي التنظيم إلى العراق، ما هي صحة هذا الخبر؟ هناك قسمان من المقاتلين، القسم الأول سلمته قسد إلى الحكومة العراقية بشكل رسمي، وهناك تعاون بين قسد وبين الحشد والجيش العراقي، وقسم آخر هرب من الباغوز التي من المفترض أن تكون مطاوقة ومحاصرة بشكل كامل من قبل قسد والتحالف الدولي. تمكن هؤلاء في طريقة مريبة صراحة من الوصول إلى بادية الأنبار غرب العراق. أيضا يعني هنالك يعني تناقض صراحة في الرواية حتى ضمن قسد، يعني لماذا تهدد قسد بإطلاق سراح مقاتلي داعش إن لم تستلمهم دولهم هؤلاء الإرهابيين وتسلمهم للحكومة العراقية في نفس الوقت؟ وأيضا هنالك تناقض بالنسبة لتصريحات الأمريكية، الحكومة الأمريكية تطالب بتسلم الدول الأوروبية مواطنيها، وترفض هي الولايات المتحدة تسلم مواطنيها من الأمريكيين المطالبين بالعودة لأمريكا. نعم إذن أشكرك على كل هذه التفاصيل صهيب جابر، كنت معنا مباشرة من غازي عنتاب عبر السكايب.